المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حلقة النهاردة يا جماعة نعملها عن موضوع الناس كتير بتسأل، بتقول لك الأرانب ما بترضعش ولادها، وفي أرانب كبيرة وأرانب صغيرة وأرانب حتى مع الرضاعة الحبيسة بتبص تلاقي في أرنب برضع وأرنب ما برضعش. حلقة النهاردة يا جماعة هنشوف هنعمل معها إيه، وبرضك هوريكم النهاردة جدول بناء على طلب بعض الأصدقاء، جدول بالعلاجات اللي احنا بنعملها واللي احنا بنتعامل مع الأرنب بها خلال الفترة اللي معانا. بالأول بنيجي على الأرانب، مثلا انت عندك كم أرنب ما برضعش؟ ده شكله راضع، ده واحد، اثنين، ثلاثة شكلك راضع، أربعة شكلك راضعين، تمام. نقول مثلا الثلاثة دول مش راضعين، ماشي، هنعمل ايه؟ بنجيب الأرنبة الأم اهي، بعد كده بنقفل ونسيب التانيين في جنب لمدة 10 دقايق قافلين على الأم. هنخش بقى يا جماعة لغاية ما الأم تخلص، هنخش على جدول العلاجات اللي عندنا. ده يا جماعة بتاع اهو، ده التهاب الضرع اهو، ميجا سايت برضك بس مرهم للضرع. ده بالنسبة لالتهاب الضرع للأرنب. ده املاح معدنية، دي املاح معدنية. الاملاح المعدنية دي الارانب اللي هي بتلاقيها بتنتف في الشعر بتاعها او بتلاقيها الشعر بتاعها بيقع، دي بنحط لها املاح معدنية. حلو، الاملاح المعدنية مش وحش. ده فيتامين الف دال ه اهو، ده الفيتامين الف دال ه. ده بالنسبة للفيتامين ده يا جماعة ده حقن، في منه بتحط في المية وفي منه حقن. ده اللي بتحط في المية اهو، دي بحوالي 75 جنيه، بجيبها ب75 جنيه. ده بتجيبه من عند اي واحد بتاع بيطري، بتقول له انا عايز حاجة للكبد، ده بتاع الكبد للارنب، ده بديهوله 3 جرعة 3 ايام في الشهر. كاتب عليه كابت عشان منسش. ده المرهم يا جماعة بتاع التهاب العرقوب اهو، هو مرهم بشري، ده التهاب العرقوب اهو، ده بحوالي 5 جنيه او 7 جنيه مش فاكر اهو. ده مدير البول ومنشط للكبد ومضاد للإجهاد اهو، دي ب5 جنيه، ممكن تبقى موجودة عندك، جميلة جدا، حاجات خفيفة جدا دي اهو، ده لازم يبقى موجود عندك باستمرار. ولو قلنا بتاع دواء الجرب او مرهم الجرب اهو، مرهم الجرب، لو قلنا لازم يبقى موجود عندك على طول اهو، ده يزنون هو راح فين اهو. هو شديد شوية، 1% اهو، ده لازم يبقى موجود عندك. الافوماك اهو، مش لازم بقى اردني ولا مصري، بس هو ده فعال وده حلو. ده بدي للارنب الفطام لو عنده جرب ربع سنتي، الارنب الكبير نص سنتي، ما بديش اكتر من كده. في عندنا يا جماعة اهو، ده بقى الديزنون الأردني افومك، ده ديزنون أردني
الأردني على فكرة يا جماعة أفضل، وده تاريخ الصلاحية مكتوب موجود عليها، لازم أن تشوف تاريخ الصلاحية وأنت بتشتريه، ده لازم أن يبقى موجود عندك وعند أي مربي. في إيه تاني عندنا يا جماعة؟ ده كلسام، ده كلسام مش لازم تبقى موجود، بس دي الحاجات دي بتبقى موجودة وكويسة تبقى موجودة عندك باستمرار. كلسام لازم أن يبقى موجود عندك باستمرار للأرنب. ده بالنسبة للكلسام، ده مضاد للسموم اهو، ده مضاد للسموم بنجيبه من اي بردك بيطري يكون عندنا. ده اليود اهو، اليود ده مطهر، اليود مطهر لازم يبقى موجود عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مرهم للجروح، اي جرح برضك نفس البتاع اهو، ده مرهم للجروح زي مضاد حيوي كده موجود للجروح، لازم يبقى موجود عندك برضك مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، في حاجة تانية ناقصة. بسم الله الرحمن الرحيم. وده اهم نوع بنديه اهو، ده بتجيبه من البيطري اهو، دي حوالي 35 جنيه بشراب، حوالي 35 جنيه. ده بقى ده للفطريات البكتيريا، ده يعتبر بيعمل مفعول البكتيري اهو. ده بتدي لهم هو ده حوالي 100 مللي، انا بدي 2 مللي على اللتر او 1 مللي على اللتر حسب حالة الارنب اللي عندك. ده بالنسبة اهو موجود اهو، ده بحوالي 35 جنيه، ده مهم جدا للناس اللي ما بتحصنش بكتيري. انا ما بحصنش بكتيري بس بحط ده على طول موجود عندي. فبالنسبة لجدول العلاجات عندي، انا بعمل في المية 3 ايام كلسم خلال الشهر، 3 ايام كلسم، 3 ايام الف دال بدلهم البكتيري 3 ايام في الشهر. لا البكتيري 48 ساعة على فكرة، مش الكبد 3 ايام في الشهر. مضاد للسموم ده لازم بعد رش البطاريات، ده بديهولهم برضك 3 مرات في الشهر. املاح معدنية بحط لهم 3 مرات في الشهر. كل حاجة هنا يا جماعة عامل جدول 3 مرات في الشهر، 3 مرات بقرر 3 مرات يعني كل اسبوع، ويبقى في يوم او اتنين فيصل بدلهم مية، بغسل مكان البرميل اللي انا بحط فيه المية بغسله، والتلات ايام واسيبهم ايه 3 ايام فيصل ما بين العلاج والتاني. ده اوكسي اللي هو اهو 20%، ده للحقن. ده بقى يا جماعة اي ارنبة ولدت عندك بتدي لها بعد الولادة، بتدي لها نص، بتدي لها سنتي او نص سنتي زي ما انت عايز. ارنبة عندها اي تعب بتعطس الكلام ده بتدي لها اهو، ده اسمه طويل المفعول، مضاد حيوي طويل المفعول. ده مهم جدا يا جماعة، العطس او بعد الولادة والتهاب الرحم بتحطه في السرنجة وتديهولها من تحت من غير السرنجة، بتشيل السرنجة وتحطولها من تحت زي نظام مرهم كده او بتدي الارنبة من تحت، جميل جدا برضك. دي العلاجات اللي عندي، انا ما بديش علاجات اكتر من كده. ده بالنسبه للعلاجات. نخش بقى على الارنبه اللي احنا سايبينها مع امها مع اولادها، نتفرج عملت ايه معاهم. رضعين، رضعوا ما شاء الله كده، يبقى احنا عملنا اللي علينا. في طريقة تانية يا جماعة ان انت تمسك الارنبة وتخلي الارنب يرضع، بس الطريقة دي ما بتنجحش في معظم الاوقات، ما بتنجحش. دي كده احنا عملناها رضاعة حبيسة، تمام. دي ارنبة عندنا هتولد، شوف عملت ايه، اخبار ايه، لسه مولدتش. ده ذكر بابيون،
جايبينه للمزرعة. ده شبل لسه صغير، وده شبل برضك خارجي جايبينه برضك صغير اهو. وجهلت الأسد. خش بقى على الأرنبة الهولندي. هولندي أرنبة جميلة. ونبص على الخلفة بتاعتها ونبص على أولادها. بسم الله ما شاء الله. هي على فكرة يا جماعة بتبقى أرنبة وأرنبة. في أرنبة ممكن تبقى مهملة في بطن، وبطن تانية مش مهملة. يعني دي أنا فاتح لها المرة دي أهو. لو خدت بالكم في الفيديوهات اللي فاتت، الأرنبة دي كانت مهملة جدا وكنت برضعها حبيس. ما شاء الله تبصوا عليها ما شاء الله. خلفتها ما شاء الله. دي الاب هولندي والام هولندي، شايفين؟ بص على ده الام اهي، بص على الذكر بس. الاب اهو جايب نفس الشكل بالظبط اهو على صغير اهو، نفس شكل الاب بالظبط. بسم الله ما شاء الله. على قد ما هتتعب ربنا هيرضيك. ويا ريت يا جماعه اللي بتفرجوا علينا ومتابعينا يدونا في التعليقات، يكتبوا في التعليقات اي حاجه عايزينها، هنتكلم مع بعض وهنشوف اللي احنا عايزينه. واي حاجه عايز تتكلم فيها في التعليقات اتفضل اتكلم فيها. وممكن اعمل لك حلقه مخصوص لاي واحد. و يا ريت تكتبوا رايكم عن الفيديو او عن الموضوعات او عن اللي انتوا عايزينه. ويا ريت اشتراك في القناه عشان نستمر. وشكرا لكل متابعينا والجماعه اللي بيكلمونا. والى حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.